جولة الاقتصاديه نستهلها بالشان المحلي حيث وجه رئيس مجلس القياده الرئاسية الحكومه بمضاعفه الجهود لضمان استقرار العمله الوطنيه والخدمات والسلع الاساسيه وتحسين القدرات الاستيعابيه لتعهدات المانحين الاقليميين والدوليين جاء ذلك خلال اجتماع برئيس الوزراء ووزير الماليه ومحافظ البنك المركزي واكد رئيس المجلس على وضع خطط منسقه مع مختلف الجهات لاستثمار الموارد المتاحه وتوفير فرص العمل والعائدات المشتركة وتعظيم فوائد عمل السلطات المركزية والمحلية من الداخل لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم خصوصا في مجال الكهرباء يأتي هذا في وقت تتسارع في العملة الوطنية نحو الانهيار ليصل سعر الدولار الواحد في عدن سقف 1300 ريال خلال العام الجاري 2023 رست الباخرة النكلة بميناء عدن وهي أول زيارة للميناء وعلى متن المئات من الحاويات لتغطية احتياجات السوق المحلية من البضائع المختلفة ويأتي دخول الباخرة وانضمامها لباقي أسطول سفن الخط الملاحي الفرنسي سي ام سي جي ام بعد إعادة تفعيل نشاط بإرسال بواخر في يناير الماضي من العام الماضي إلى محطة عدن للحاويات تشهد أسواق السمك في عدن ارتفاعا جديدا حيث وصل سعر الكيلو الثمد إلى 7000 ريال بينما قفز سعر الكيلو السخلة إلى 16000 ريال أما سعر الكيلو الديرك فقد وصل إلى 20000 ريال وارتفاع الأنواع الأخرى بأسعار متفاوتة ويمثل السمك من أهم الوجبات الرئيسية للعسر في عدن وبارتفاعها بهذه الأسعار الجنونية تنحرم الكثير منها رغم أن تكلفة الصيد لا تصل لهذا الوضع الذي يزيد من معاناتهم قررت الحكومه المصريه فتح المجال لتملك العقارات للاجانب في البلاد من دون التقيد بعدد محدد منها بهدف جذب المزيد من العمله الصعبه وقال رئيس الوزراء المصري ان القرارات المنظمه فيما مضى كان مفادها ان الحد الاقصى لاي اجنبي عقاران اثنان ويكونان في مدينتين مختلفتين الا انه يمكن التملك لاي عدد من العقارات في اطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمتها وبأولويه السداد بالعمله الحره وأخيرا كشف باحثون في كلية إمبريال في لندن أن 32.4% من, من الكهرباء التي أنتجتها بريطانيا في الربع الأول من عام 2023 جاءت من طاقة الرياح بينما جاء 31.7% من, من محطات الغاز وهو لأول مرة في تاريخ البلاد وأوضحوا في تقرير لهم أن توربينات الرياح ولدت 24 تيروات ساعة من الكهرباء وهو ما يكفي لشحن أكثر من 300 مليون سيارة من طراز تسلا